اللحاء وقشور البلور مفيدة عند استخدامه لحمامات ساخنة لمعالجة سقوط الشرج والرحم لدى النساء. وأيضا الحمامات الساخنة للحاء موجود فيها لحاء القشور وقشور البلوط مفيدة لمرحلة الشيخوخة، خاصة ضعف الأعصاب في مرحلة الشيخوخة الإنسان، شيخوخة الإنسان مفيد في هذه الحالات. وأيضا مفيد لأكزيما عند وضع كمية من المسحوق فوق الأكزيما، منطقة الأكزيما. نعم. وأيضا مفيد لمعالجة القروح والجروح، وأيضا للجروح أو القروح الرقادية، وذلك بوضع مسحوق من اللحاء أو البلوط مسحوقها فوق المنطقة المصابة، وهو مقوي جدا للأطفال، مفيد للأطفال. مغلي البلوط مفيد للأطفال، مقوي للأطفال. نحن فهو مفيدة لحالات النزف المعدة والأمعاء والبواسير والحيض، لمعالجتها مفيدة جدا في هذه الحالات. نعم. وأيضا مفيدة لضمور الكبد، في حالة ضمور الكبد مفيد جدا. بينما استخدام غرغرة لقروح و في الفم واللثة والأسنان فهو مفيد جدا للالتهابات الفموية عند استخدامها كغرغرة، لذلك السبب أو لهذه أو لهذه الحالات. نعم. وأيضا مفيدة للسلس البول، لمعالجة السلس البول، وأيضا لتقليل الحموضة والحرقان في المعدة، لحموضة المعدة، فهو مفيد في هذه الحالة أيضا. وهكذا شرحت لكم باختصار فوائد البلوط لجسم الإنسان بشكل مختصر مفيد، وشكرا لكم.